جايز مرحبا، أنياسيو سيريمنيدا. حصل من زمان ما حكيت هالمقدمة، مقدمتي القديمة اللي بيعرفوني من زمان بيعرف هالمقدمة، فيا حصل من زمان ما حكيتها. رجعت لكم بفيديو جديد يا جماعة. طبعاً عارفين على إيش هاي الفيديو وليش فتحت الكاميرا وليش بصوركم قاعدة، شفتوا بالعنوان. وأخيراً يا جماعة وصلنا حلمنا أو حلمي من وأنا صغيرة. بعرف إنه أنا مش من وأنا صغيرة فاتحة اليوتيوب، بس كان حلمي من وانا صغيرة هيك يعني انه ياي افتح قناة على اليوتيوب واوصل هذا الرقم واخذ هذا الشيء، حيكون اشي كتير حلو. وانا ابدا يعني ما كنت متخيلة يوم من الايام حوصل هذا الرقم وحاخذ هذا الشيء، وبس ضايل نطلع لفوق اكتر وان شاء الله رح نعملها. زي ما انتم عارفين انا هلا في كوريا، فانا طلبت الدرع فوصل هلا بعد اسبوعين وهيك شيء، فكنت الله كثير بستنى، قلت خليني انسى عشان ما احس بالوقت، فكنت ناسيه الاشي. بعدين اجا اليوم بدي اورجيكم اياه. لهلا فتحته عشان افتحه بالفيديو معاكم، فهاي وصل، خلينا نفتحه مع بعض. متحمسة كتير. ياي، أول إشي في ورقة هان، هاي ورقة من اليوتيوب مكتوب بالإنجليش. شوفوا يا جماعة، ياي ما أحلى. خلينا نفتحها. إيه والله كبير، مش زي ما توقعت، والله أكبر. ياي استنى أتأمل فيها شوي. سهير كورية فلسطينية. لا بس اكبر مما توقعت والله. شوفوا اول شيء، شوفوا فوق اسمي اول شيء، سهير كورية فلسطينية. عن جد مراية. شوفوا الحمد لله يا جماعة وصلنا هذا الرقم واخذنا الدرع. كثير حلوة، حلو. شكرا كثير لكم يا جماعة. جينا يا جماعة على كي اف سي عشان نتغدى. الساعة 3 صار بدنا نتغدى. وسكين بغفيك حنطلب هذا يا جماعة. تمام، هذا الست فيها كله، فيها برجرين وكل اشي. هيك يا جماعة طلبنا ست برجر، برجر فيها برجرين وكولا كله مع بعض. كثير جعانة، كثير جعانة عن جد، عشان الساعة 3 مش متغدية. اوكي مش نطلع. انا بعمل عنا فانتا؟ بورن تطلع كم نص؟ تدفع ولا تدفع؟ وقنت. عين قاية وقنت. هدي. فهاي اللي طلبناها يا جماعة. تمام، جيت على هاي ام بي تي اي. هذه ضاني قوية. هانا خلصنا ناكل، فبدنا نتسوق هيك نلفلف شوي. هان هاي زارة، بدأت بدي يشوف زارة، فأجينا هان كنا مندور على المكان فلقينا هاي. هان كده بتصور وقت ليش انا تشوغر في كده كيس هنيكا عنده مضى يكو بيجي مضى يكو حين مش ادخل زارا رياض، بس بدي اروح على الطابق الثاني.
طعمان اللبي تتحل나 흰 바지는 아니지. 응, 좀 아니야. 베이지만 모르고. 이런 거. 다 안 맞아. 사이즈가 너무 커. 아메리칸 사이즈. 뭘 맞아? 원피스야? 잘한 사람만의 스타일이 있다. 나 이런 거 좋아해. 이거 멋있어. 생일 선물 줄 거야. 나 이런 거 사줘. 진짜? 응. 리아도 뭐 해피 써봐. 리아도 이제 다 피크라 쓰라 택. 예스, 굿. 너랑 좀 안 어울리는데? قاعدة بستنى رياض يخلص عشان أنزل على قسم النساء. إحنا هلا بدنا قسم الرجال للطبق الثاني. على طول إجينا على قسم الرجال عشان هو أصلاً بده كان يجي على زارة. أخت حنونة أنا. أخت حنونة. شلت راسه. أوه حمد. يا يتوس حنقرا من آه. مشتا يقول لفلنا لفة قبل ما رياض يخلص بس أنا كل معظم إنه كله رجال وحبيت قسم الرجال في أشياء حلوين إنه دي بيجي بتيس بونغانية هذا نفسه في مصر زارة اللي في مصر معقول هذا الرجال عن جد لا كتير حلو هذا لازم رجال نساء مع بعض ستايل الجديد والله عجبني بتعرف قولك حبيت ستايل الجديد اوه هذا كتير كتير حلو والله بلبق لرياض كتير حلو بطلع على رياض هذا نفس اللي انا لابساه تقريبا طقم على الطاقية اللي انا جبت البدلة اللي انا عاملاها صح؟ رياض زي ما شفت انا نفس اللي في مصر صح؟ ايه ليش كيف مزبطش؟ سايتا اه بو ايش تاخذ ما زلنا من لوف ورياض بغير عن جد كثير رياض غير وكثير غير ايش ف لسه انا ما لفيتش قسم النساء لسه مع رياض اوه ايش معك انا اصلا انا نازله خلص ليش انا معك ليش انا ضليت معاه مش عارفه يا ريتني نزلت من زمان خلاص حنف معاكم قسم النساء وصل اهم اشي امشوا هاي قسم النساء ايش بتعمل؟ هي نفس تبعتي اللي موجود عندي يا جماعة هذا المكان اجيت شوية مختلف عن المكان اللي صورته في الوان واشياء في اشي غريب فحبيت اتصور هذا ما تصورت الصور هيهم حوشيكم اياها عزيزي فحسيت هذا المكان غريب مش زي اي مكان تاني اللي كنت بتصور دايما صورة واحدة وفي اضاءة غريب وهيك اشياء فحبيت اتصور فجربت شوفوا هاي الصورة كنت حابة اتصور عشان هاي اللبسة جديد فانه يضل ذكرى بس حاسة غريب الصورة هيك انه اضاءة غريبة بس حبيت برضو بس هذا كان فيديو اليوم يا جماعة ان شاء الله عجبكم الفيديو
وبس باي.